أستاذة هاجر تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وبصحة وبسلامة. ربنا يبارك فيك يا دكتور عمرو ويخليك لينا ولك ولأهلك ويديك الصحة والعافية يا رب. يا رب. طيب أنا مع حضرتك. أنا مش هطول مع حضرتك. اتفضلي. أنا واحدة عديت 70 سنة. طيب. والزوج يعني عدى 76 و76. طيب. احنا الاثنين كبار في السن. ربنا يديكم الصحة يا رب. يا رب حضرتك. المشكلة إن هو إنسان عنيف معايا من أول لحظة. من أول يوم جواز يعني. أيوة من كتر الأحكام اللي كان بيفرض عليا إن أنا أعملها تجاه أهلي. أنت قصدك عنيف، عنيف مش بس عنيف. يعني مش بس بيضرب، عنيف في التعامل. في النفس، في الصوت العالي، في كل حاجة. طيب. أقول لحضرتك كان بيغلط في أهلي. ما كنتش بغلط فيه صدقني، كنت بقول أنا ممكن أردت الغلط في الغلط، بس أنا مش عارف عشان كلهم في ذمة ربنا. طيب سؤال حاجة هاجر، حاجة هاجر سؤالك فين يا حاجة هاجر؟ سؤالي يعني بيجي عليا من كتر عنفه ليا، تهديده ليا بمادة الإيد والضرب، أنا بنقطع مع الكلام والمعاملة لفترات، وقت أنا عندي شهرين ما أكلموش، وبعد كده بخاف من ربنا، انا مش خوفي من ربنا، انا كل بتحمس. طيب انا اقول لحضرتك تعملي ايه يا حاجه هاجر؟ حاضر. في سؤال تاني، في سؤال تاني مع حضرتك. اتفضلي. بنتي يعني عدت 38 سنه. ربنا لسه ربنا ما اذنش بالزواج. هي اكتر من مره يعني تحصل اي معامله خطوبه لكن ما فيش نصيب. معلش معلش حضرتك ممكن بس تهدي شويه يا حاج هاجر عشان اقدر افسر حضرتك بتقولي. حاضر. انا بقول لحضرتك بنتك عندها 38 سنه. أيوة. صح كده؟ ايوه عدتهم كمان. ومش عايز اقول لحضرتك هي انسان زي الملك ماشي على الارض، لكن ما كتر الحش ربنا لغايه دلوقتي للزواج. انا عايز حضرتك تدعي. حاضر. عدايله عدايله. حاضر يا حاج هاجر. حاج هاجر انت بتقولي ان انا بسبب المعامله العنيفه في بعض الاحيان لا استطيع ان انا امارس الحياه والعشره الطبيعيه مع زوجي، اللي هي عشره ان احنا نتكلم ونتحاور ونقعد ونكلم. في حاجه اسمها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في اللحظه اللي انت مش هتقدري تتكلمي خالص يبقى خلاص غلبك الحال. بس انت اعملي ايه؟ اتعودي دايما ان انت تعرفي ان انت حياتك مدعومه من الله، واللي انت فيه دوت مش نوع من انواع العذاب، انت اللي انت فيه ده نوع من انواع رفعه الدرجات. ولزوج حضرتك لو انك انت اتكلمت الكلام الحسن ده ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك الخير. انا عارف ان الكلام اللي بقوله لك دوت بيبدو كلام تقيل عليكي، لكن انت العلاج مش انك انت تقولي انا عايزه يتغير. العلاج هو انك انت تحسي بالفهم الصحيح للحياه، إن الإنسان لما بيتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة هو اللي بينتفع أول واحد. ولذلك أنت لو اتكلمتي كلام حسن ولو تجاوزتي واعتبرتيه لأنه كبير في السن، خلاص هو بقى كبير في السن، عنفه دوت لكبر سنه أو لكذا. أنا عارف إن أنت بتقولي أنا كمان كبرت في السن، بس أنت كمان كبرت في العقل، كبرت في الحكمة، والدليل على ذلك إن أنت سألتيني، فأنت عندك فرصة للعيش مع الله. حاولي تعاملي ربنا فيه، تعاملي ربنا فيه. أنا مش بقول إن أنت مش بتتقي الله فيه، عاملي ربنا بإن أنت بترتقي أخلاقيا معاه. هو يسيء وأنت تحسني، لأن رسول الله قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلع. دي موجودة في كل العلاقات بس مش في علاقة صلة الأرحام بس. فأنت لو عملت ده أنت هترتاحي إن أنت بتعاملي ربنا وبتقولي الكلام الحلو ده لربنا وما بتنقطعيش في الكلام معاه لربنا. ان شاء الله ربنا يكرمك ويفتح عليك. اما بنتك تعالوا كلنا ندعي ونامن ان ربنا يوسع عليها ويرزقها ويعجل لها بما يسعدها ويجعلها ان شاء الله في حال الرضا وفي حال الكرم وفي حال السعد وفي حال السعاده وفي حال البركه ان شاء الله، ويكرمها بما يسر قلبها ويجبر خاطرها ويجبر خاطرك ان شاء الله يا حاج هاجر.